Um, and it ran for 10 years until this last February. I'm Mary Omar. That's also how many people know me, and I get sometimes stopped on the street. And Simra Tamar Samra and that's it. My name is Tamar Samra. I am the work. I'm an entrepreneur. Most of the people that got to know me are that I was the first one to climb Mount Everest. And I'm a lot of things. بتكلم عنها على قد ما اقدر قضيه المراه التغيرات المناخيه اللي بتواجه كوكب الارض دلوقتي وقضيه اللاجئين و... وبس اول مره اتقابلنا كان صدفه يعني كان في صديقه مشتركه ما بيننا كنا رايحين مكان من كانت هناك وكان في ايه ثلاثه اربعه تنفار حاجه زي كده ما بصش عليا ولا مره فقلت بقى مين ده اللي شايف نفسه بقى عمر سمره بقى وبتاع <applause> ما بصش عليا ولا اتكلم ولا اي حاجه فقلت ان هو شايف نفسه وبعد كده بعديها اكتشفت بس بعدها بفتره يعني بعد سنتين ان هو اتشي كان مكسوف انا عامه شخص منطوي جدا فلو الناس اللي بتتابعني على السوشيال ميديا او كلام من ده بت... عشان كل المغامرات وكده بتاخد انطباع ان انا اكيد يعني اكستروفرت جدا ولاود جدا وكلام من ده فبس فلما الامبريشن بتاعي بيكون انا مثلا ما بتكلمش او مكسوف او كده الناس بتاخد فكره مثلا ان انا بتنك مثلا او كده يعني فده كان الانطباع الاولاني ما, ما خالص تقريبا صح؟ يعني سلمنا على بعض وما تكلمناش تاني خالص انا والله حاولت اكلمه بس ما كانش بيرد علي <applause> ما قلت خلاص بقى مش عايزين ولكن ما ولا كلمه اي ترايد خلاص مش من اول انت نفسك قلتي انت <applause> انت انت نفسك قلتي ان انت ما عملتيش كده عشان انا كنت جاي مع حد تاني كنت ايوه ايوه صح صح المهم اسمه ايه ده تاني مره اتقابلنا كان بعدها بسنتين وكانت بصدفه بحته انا كنت في اليونان احنا الاثنين كنا في اليونان وراجعين واتقابلنا في اللاونج بتاع مطار اتينا فانا كنت قاعد على الكرسي وبعد كده شفت منت على الحته اللي فيها البوفيه بتحط اكل وكلام من ده فافتكرتها على طول من المره اللي فاتت وبس قلت هي دي بقى هي دي فرصتي يعني بس فهي هي جايه فقلت لها طب ما ايه ده زيك مش عارف ايه بتاع احنا اتقابلنا قبل كده كذا كذا ما تيجي تقعدي مش عارف ايه فقعدت وقعدنا نتكلم انا كنت فاكر بقى ان هي صدفه بحته ان هي لان هو الحته بتاعت الاكل زي مستطيله كده وفي كذا حته مخرج ليها فانا كنت فاكر ان هي صدفه بحته ان هي جت من ناحيتي انا اكتشفت بقى بعد كده ما كانتش ان هي كانت شايفاني وانا مش ان انا ان هي شايفاني وجت من الناحيه دي مخصوص بس كنت هتتكلمي كنت هتقولي حاجه لو انا ما كنتش قلت حاجه لا كنت بس همشي قدام اللي احنا اللي احنا اتفقنا عليه ان الكريدت كله يرجع ليا ان احنا ان احنا اتعرفنا على بعض ما كنتش حاسه اصلا ان عمر افتكر انا مين ولا عارف انا مين ولا اي حاجه عشان كنت شفته قبلها بسنتين بس وانا في اليونان الاسبوع ده كنت ببص كده على الانستجرام بتاعي فلقيت عمر سمره عمل لايك like على فيديو من الفيديوز بتوعي فقلت ايه ده هو اصلا هي فولوز مي هو اصلا يعرفني هو اصلا يعرف انا مين <applause> <applause> <بزفت> الاكونت بتاعك <applause> برايفت اصلا بالظبط الاكونت بتاعي برايفت كمان طيب <applause> اكيد عارفه ان انا عارفه وبعد كده بعديها فلاحظتها فبعدين لما شفته في المطار قلت اوكي شور يعني هيكون عارف انا مين عشان يو you نو know كان في لينك يعني على السوشيال ميديا وبعد كده بعديها قلت خلاص انا هعدي من قدامه لو افتكرني هيقول هاي لو ما افتكرنيش الا حاولت بس وبعد كده بعديها من ساعتها بقى ما بطلناش نتكلم الصراحه قعدنا نتكلم وبعد كده ركبنا الطياره طبعا كنا قاعدين في في اماكن مختلفه وبعد كده لما وصلنا لما وصلنا القاهرة آه مستنيين الشنط وحاجات زي كده وبعد كده اتكلمنا شوية انت رايح فين انا رايح الجاردن سيتي انا رايح الزمالك طب انا معايا سواق ممكن اوصلك بس فاحنا في العربية كنا قاعد قدام جنب السواق وهي ورا بنتكلم قبل ما انزل بقى اخدت رقم تليفونها وكده وقعدنا نتكلم كتير قعدنا نتكلم فترة طويلة قوي بس كنا اصحاب كنا اصحاب الاول فترة طويلة اه فترة طويلة قوي وبعدين بعدها بشوية حلوين أه جربنا ان احنا نتعرف على بعض اكتر وان احنا ندخل في علاقه لكن فشلت او يعني جت لمرحله قررنا ممكن ما نتكلم فيها بعدين بس قررنا ان احنا خلينا اصحاب احسن وقعدنا شهور على الموضوع ده وبعدين بقى بعدها مثلا ب شهور او بعدها بحاجه زي كده رجعنا نتكلم تاني بنفس يعني رجعنا ان احنا مش كنا بنتكلم اوريدي كتير كنا خلاص بقينا اصحاب بعدين يعني يعني الدنيا اتغيرت وبعد كده بقى ثانيه واحده بس الدنيا اتغيرت دي معناها ان انا صاحبت حد تاني فهو لاحظ شت فوهت الفرصه اوكي سوري يعني ام جونا هايلايت ذات تو دو ذات قال لي كنت عايزه بقى فاهمه فبعد كده بعد ما فركشت اي um, ثينك مثلا فور ا جود فايف مانثس مثلا بعدين ده بعد المطار يعني بعد ما اتقابلنا في المطار وبعد كده بعديها Uh, we were just friends, for a longer time, but he had maybe ten months, eight months. Could be incorrect, We were just friends for a very short period of time, and yeah. not that long. But we were involved for some time. we decided that it's better we just stay friends. Seven, eight months. we revisited Basically, <laughs> revisited also his home <laughs> he just started smiling a lot around me. I <laughs> هو انا مجنونه ولا ايه بقى عشان ما اعرفش عمر مش ناتشرال بالنسبه له ان هو يبتسم كتير از هو هي از يعني ف هي من هنا ممكن اصلا يعني ممكن ده ممكن يكون اصلا ستارتنج بوينت ان احنا ندخل في في الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها لان انا كنت كنتش عارف ايه اللي بيحصل وكنت يعني ساعات الواحد بيبقى عنده مش عارف يعني بحسس بحاجات بس هو مش عارف هو فعلا حاسس بحاجة ولا لأ أو اللي بيحس بيه عبارة عن إيه وكلام من ده بس أنا كنت حاسس بشكل كبير إن أنا مش جاهز إن أنا أدخل علاقة فلما عملت الموف بقى إن أنا يعني فعلا يكون في علاقة جادة أو كده كنت أنا ابتديت إن أنا يبقى في زي السلام ما بيني وما بين نفسي إن أنا فعلا جاهز وده كان بناء على تحديات كتيرة جدا انا مريت بيها في السنين اللي قبل كده يعني انا كانت زوجتي توفت قبلها بسنين طويلة وكنت دي كانت رحلة طويلة بالنسبة لي ان انا اعدي القصة دي وقبلها كمان يعني حتى قبل ما أقابل مروه الله يرحمها وقبل ما اتجوز وكلام من ده كان برضو عندي رحله طويله مع ان انا احس ان انا جاهز ان انا ادخل علاقه فدي دي كانت كان تحدي عندي عامه في حياتي كلها كنت بقابله كتير يعني لما قابلت عمر وكنا اصحاب في الاول كنت بحس ان انا كل ما بقابله ان انا عامه كياني كان بيكبر كان بيسالني اسئله بتخليني افكر بتخليني ا الطريقه اللي انا بعيش بيها ليه بعمل حاجات معينه ازاي بقضي وقتي فعامه كان بالنسبه لي أم يمكن أول مرة أكون انفولف مع حد وبعد كده نكون فعلاً أصحاب بعدها وبجد أصحاب وكنت حطيت ايفورت كبير قوي إن أنا إن أنا أشتغل على نفسي وعلى الإيموشنز بتاعتي إن أنا أكسبت إن احنا وي ويل أونلي بي فريندز. تالي كمان كانت maybe one of the first few times أكون friend zone فيها <applause> it was a ترايل بقى إن أنا أكون على الناحية التانية من من الترابيزة هي كانت كنا اتفقنا ان احنا بصحاب وهي كانت مقتنعه ان احنا مش هحترم القصه دي او بس بس يعني يا. واحترمت قوي ان ان فعلا لما قلت لعمر قلت له اوكي يعني لو انت مش جاهز ان انت تكون في علاقه جديه خلاص خلينا بس اصحاب وعجبني ان هو احترم ده قوي وان هو ما استهبلش حتى مثلا لو في حد تاني كنت معجبه بيه كنت خلاص بقى بعدها بشهور بحكي له عادي واخد رايه وبتاع وبعد كده اللي حصل هو ان هو مره واحده ابتديت احس بفايبز مختلفه بيبتسم اكتر مثلا بيبعت لي على مدار اليوم وبيقول لي هو بيعمل ايه وعاده عمر كان غامض قوي يعني ما كانش بيقول اي حاجه ما تعرفيش هو في بلد فين مع مين بيعمل ايه نوع ايديا ابتدى ان هو اني اشوفه اقابله اكتر بفريكونسي اعلى فقلت منت انتي مجنونة ولا هو في حاجة مختلفة for sure بعدين انا صراحة يعني بحس انه I have good emotional intelligence فبالنسبة لي ابتديت بقى self doubt هو انا مجنونة ولا هو ده فعلا بيحصل المهم بعديها بكام اسبوع لقيته بيقول لي ها بقى وانت قلتي لمين علينا وبتاع فقلت يا نهار اسود هو في احنا اصلا <applause> بس طبعا ما قلتلوش اوت لاود عملت كاجوال لا لسه ما قلتش لحد يعني بدري وبتاع <applause> بعدين روحت البيت وقعدت اعيط ما كنتش مصدقه <applause> وبعدين كنت خايفه كمان قوي قوي لان بتهالي كانت اول مره ان انا احط افورت كبير قوي ان انا اخلي حد يكون في حياتي واكمبليتلي استسلم لفكره انه احنا نكون مع بعض وده اخدني many many months يعني uh, فبالتالي فبتالي it was a bit scary نحن ما نكونش مع بعض أصلا اه نحن ما نكونش مع بعض sorry yeah good, good job <applause> متجوزين سنة ونص بالظبط تقريبا يعني. I think ليا أنا حاجة كبيرة قوي اتعلمتها في الفترة دي إنه إحساس جميل قوي إنك تكوني متجوزة ومش حاسة إن أنت متجوزة فريدم بالنسبة لي إن الـ يعني دايما كنت أنا شخص يمكن ايديليستيك شويه فكان وانا صغير قوي يعني قبل بقى ما انضج اكتر بكتير وكده كنت دايما متخيل ان لازم العلاقه اللي هي هتكون هي العلاقه اللي الواحد مثلا هيكمل فيها ان هي لازم يكون تكون مثاليه تكون بيرفكت ما فيهاش عيوب او حاجات زي كده وان هي وانس ان هو خلاص الواحد يعني وصل لها خلاص كل حاجه هتبقى تمام بس اللي لقيته مع الوقت ان هو ان هو لا هو يعني انا عارف ان هي كليشيه شويه بس هي فعلا اتس ورك ان بروجرس هي يعني احنا طول الوقت بنشتغل على العلاقه طول الوقت بنcommunicate طول الوقت بنلاقي طرق ان احنا نعرف بعض اكتر مع القصه دي الواحد بيلاقي ان هو بيقرب من الشخص اكتر مع الوقت وبيحب الشخص اكتر مع الوقت الشخص نفسه اللي هو بقى انا او منت بنكتشف حاجات تانية عن نفسنا من خلال العلاقة عشان بنفتح لنفسنا الحاجات كتيرة ما كناش بنسمح لنفسنا ان احنا نحس بيها بره ده فالعلاقة لما بتكون بالشكل ده اعتقد بتدي فرصة للواحد ان هو يكتشف حاجات كتيرة اكتر عن نفسه الشخص اللي قدامه اول حاجة ان احنا لما ابتدينا ان احنا نفكر في البودكاست وابتدينا ان احنا حتى نجهز لها لقينا ان في كلام كتير جدا ملوش كلام متعارف عليه بالعربي ممكن مثلا نقول في الغرب او في المعرفه عامه قصه العلاقات عامه بتتطور مع الوقت يعني في ناس بتبحث في الموضوع ده في ناس بتقرا عنه في ناس بتتكلم وبتقعد تطور ازاي ان ممكن اتنين يكونوا مع بعض في عالم دايما طول الوقت بيتغير وفي تحديات اكتر وبالتالي بتطلع كلام جديد لازم ان احنا الناس بتستعمله اكتشفت ان ده مش موجود في لغتنا وحتى لما الكلام بيتحط بيترجم بيبقى, شا... بيبقى غريب جدا لان احنا بنبقى اول مره كلمة تتقال بالشكل ده ومش حاجه درجة خالص فده شجعني اكتر ان ان احنا نحاول ان احنا نتكلم عن علاقتنا ونحاول ان احنا نكتشف مصطلحات جديده ونحاول نوصل الحاجات دي بشكل مبسط لان احنا كلنا لما بنبقى عايزين نسمع اي مثلا بودكاست او نسمع اي انترفيو او اي محتوى عن الموضوع ده في الاغلب بيكون بالانجليزي فدي دي كانت من الحاجات المهمه قوي والحاجه الثانيه بالنسبه لي كانت ان انا حاسس ان علاقتنا عامه لاسباب كتير مختلفه شويه او غير تقليديه وكنت حاسس ان حاجه مهمه ان احنا في, الوطن العربي بالذات ان احنا نشوف امثله مختلفه لعلاقات مختلفة عشان من ناحية ان ده ممكن يعلمنا حاجات كتير وفي الناحية التانية ساعات ممكن يدي حد امل مثلا او يدي حد فكره مختلفه عن الموضوع مش لازم يكون مرسوم بالشكل التقليدي اللي احنا اتعلمناه من خلال المجتمع بتاعنا او من خلال اهالينا او كلام من ده انا بالنسبه لي عامه موضوع الريليشن او العلاقات سبيسيفيكلي الرومانسيه بقرا عنها من وانا صغيره جدا جدا يعني تقريبا كان عندي اوبسيشن وذ ريليشن يعني فبقرا عنها من وانا عندي يمكن 16 سنه سيلف هيلب بوكس مختلفة سايكولوجي بوكس مختلفة دايما كنت بتفرج على العلاقات في الأماكن المختلفة شكلها عامل ازاي العالم العربي versus العالم الغربي versus العالم اللاتيني يعني كنت دايما بحب أشوف العلاقات بتمشي ازاي وإيه اللي بيبسط الناس وإيه اللي ما بيبسطهمش وبتفشل ليه وبتنجح ليه فكنت دايما عندي فضول عامة على الموضوع نفسه وبعد كده بعديها حاجة لاحظتها انه على مدار حياتي بشكل عام دايما كنت انا الشخص اللي, الناس مثلا ما سمعتش منهم مثلا مدة كام شهر وبعدين يكلموني منت انا محتاجة relationship advice ممكن اكلمك يا شور عملت relationship work كتير قوي في منه حاجات فرقت معايا جامد قوي ويمكن خلتني افهم الباترنز اللي انا بعملها الاول في العلاقات اللي انا فيها قبل حتى الشخص التاني اللي قدامي. دي حاجه كانت مهمه قوي وحبيت ان انا أشارت بالذات لانه بعد لما انا وعمر اتجوزنا وبعد لما اشهرنا العلاقه بتاعتنا ناس كتيره قوي ما اعرفهاش ابتدت تبعتلي رسايل تقولي واتس ات لايك كذا 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 ازاي اقنعتي اهلك كذا 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 وابتدت تسالني اسئله كتيره جدا جدا فحسيت انه احنا كاتنين في تحديات كتيرة قوي عشان بالذات علاقتنا غير تقليدية زي ما عمر قال مرينا بيها وحسيت ان احنا عندنا حاجات اتعلمناها ممكن ان احنا نساعد ونفيد ناس كتيرة قوي بيها واللي اكد لي ده هي كميه الاسئله اللي دايما بتجيلنا من السوشيال ميديا من غير لما حتى نحط ايفورت فيه خالص يعني انا اي ثينك اعتقد ان الايام دي بالذات ناس كتير جدا بتدور على الحريه عامه يعني الحريه في في الحياه في الاختيارات في الصفر، في السفر في مليون الف حاجه وفي يمكن اعتقاد ان لو واحد اتجوز او واحد دخل في علاقه طويله معناها ان ده نهايه القصه دي وده مش مش تجربتنا في الموضوع ده ما نتكلم عن ده كتير بس فالحاجه اللي عاوز اقولها يعني ان الحاجتين دول ممكن ان هم يتوجدوا مع بعض كل اسبوع هيكون في ابيسود جديد فولو اليوتيوب بيج بتاعه ومينا اند سبسكرايب تو ات بحيث ان انتم تشوفوا الأبسود كل اسبوع واعملوا لنا كومنتس عرفونا رايكم ايه انتم كمان واسالونا اسئله وشير وذ أصدقائكم